صالة سعد صايل بقطاع غزة، مراسلنا محمد وشاح. مساء الخير محمد. الحقيقة كنت أشاهد البث المباشر من هذه القاعة، وكان هناك يعني وجود للمشجعين. من يشاهد قد يعتقد بأن ربما هذه القاعة موجودة في الدوحة في أحد الأماكن التي انطلق نحوها موفدون، لكن الأمر يتعلق بقطاع غزة. انقلنا في هذه الأجواء وفسر لنا لماذا توافد الفلسطينيون إلى هذه القاعة لمتابعة الافتتاح. نعم محمد، مساء النور لك ولجميع السادة المشاهدين. بالتأكيد هذه الصالة ستكون عبارة عن عنوان لقطاع غزة عبر شاشات التلفزة، خاصة وأن ليس فقط الجزيرة مباشر التي تواجدت هنا، بل هناك قنوات أخرى وسيارات بث خارج هذا المكان، وكأنك في استاد الدوحة وإن كان الشكل متواضعا. محمد، اليوم احتشدت الجماهير الفلسطينية في هذه الصالة وكافة المناطق المفتوحة في قطاع غزة والكافيهات في قطاع غزة لحضور مونديال كأس العالم واليوم الافتتاحي لهذا المونديال. كما قلت محمد، كان هناك حضور كبير في هذه الصالة وفق أو وسط التجهيزات التي قامت بها اللجنة القطرية في قطاع غزة، ويعني إدخال المشاهد أو الجمهور الفلسطيني في أجواء من الفرحة وكأنه موجود في قطر بهذه الصور التي انتشرت ورصدناها لكم أمس. على كل محمد، يعني بالكاد أبقيت مشجعا أو اثنين بعد أن غادر كل من في الصالة هذه الصالة، ولكن أود التنويه محمد إلى أن يعني علامات الفرح كانت بادية على وجوه هؤلاء المشجعين، ولكن نتيجة المباراة بين قطر والإكوادور يعني كان هناك بعض الحزن، خاصة وأن الجمهور الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة تعلم كم يحب قطر، وأيضا كانت قطر حاضرة بالصورة التي وضعتها في الدوحة غزة في القلب. سأتحدث مع أحد المشجعين في هذه الصالة، يعطيك العافية. الله يعافيك. بداية حدثنا، كيف شاهدت الافتتاح، افتتاح مونديال كأس العالم في دولة قطر؟ والله كان رائع جدا، وشكرا على الجهود التي قدمتها لنا دولة قطر العظمى. كان شيء مشرف لنا ومشجع كون هذه يعني مثلا دولة عربية لأول مرة يقام فيها كأس العالم، تجد هذا الشكل وهذا الجمال في الافتتاح. نعم. طيب حدثنا عن المباراة، كيف يعني كانت نظرتك لمباراة قطر؟ رائعة جدا، حتى لو خسروا يعني مثلا بنضلنا احنا مشجعين لهم، بالأعوام القادمة ان شاء الله بفوزوا. وتمنى هذا المكان الذي يتيح لكم المشاهدة في قطاع غزة، كيف ترى؟ مكان مناسب جدا لنا، ومكان رائع ومشجع وكبير جدا، وكان يوجد جمهور كبير للغاية يعني. شكرا جزيلا أحد المشجعين. وانضم إلي محمد مشجع آخر في هذا المكان، يعطيك العافية. بداية كمشجع متواجد في صالة سعد صايل، حدثنا عن يعني كعربي ومسلم تشاهد هذا الافتتاح في هذه الدولة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بشكركم في البداية، طبعا يعني احنا قدر الله لي أن أكون من زار قطر على مدار 7 سنوات 3 مرات، كنت في بطولات مشاركات خارجية. طبعا للأمانة بصدق حتى أكون واضح أكثر، أنه عجلة الإعمار ونحن في قطر كانت واضحة جدا، والنهضة العمرانية على مستوى الاستعداد طبعا في شق الطرق أو البنى التحتية أو الملاعب والمنشآت الرياضية كان إشي طبعا مفخرة لكل العرب. يعني اليوم قطر بتثبت أنه هي دولة صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في مكانتها بين الدول، استطاعت أن تضع نفسها بين الدول الكبرى وعظمى في تنظيم هذا الحدث التاريخي والمشرف. طبعا هو مفخر لكل العرب، ليس مفخر لقطر لوحدها. طبعا كيف رأيت مراسم الاحتفال في مونديال الافتتاح في عندنا ولا طبعا في قطر؟ طبعاً. ما انت شاهدته هنا عبر الشاشه. يعني قطر يعني اصبحت رائده في تنظيم البطولات، يعني كل الامكانيات تسخرها بقياده امير قطر طبعا والشعب الكريم. يعني هذه الاموال وهذه الامكانيات عندما تسخر بهذه الطريقه طبعا حيكون النتيجه مبهره كما راينا اليوم.
شكرا جزيلا احد الرياضيين والمشجعين الذين تواجدوا في صاله سعد صايل. محمد، يعني اود ان ارصد لك صوره لم نرصدها على الشاشه اثناء وجودي في خارج هذا المكان، واشاهد الاطفال يخرجون، صدقني الكل ينظر وحزين لماذا لم تكن النتيجه لصالح قطر، حتى ان احدهم يعني يقول لي انتم جايبين سياره بث واقفين في المكان وانغلبوا والى اخره من اللهجه الغزاويه، فقلت لهم لسه الطريق في البدايه. هذه لهجه الاطفال الذين جاءوا لتشجيع قطر في هذا المونديال. على كل، محمد، يعني كما تشاهد الصالة أصبحت خالية، ولكن يوميا سيكون الأعداد التي شاهدتها اليوم هي موجودة في هذا المكان، ولم تشاهد أصلا الأعداد التي كانت خارج المكان لعدم اتساع هذا المكان لهم، ولكن كما قلت لك الكل لديهم متسع في المناطق المفتوحة في الكافيهات الموجودة في قطاع غزة، وأيضا في هذه الصالة التي ستزخر بكثير من المشجعين في الأيام القادمة لمشاهدة مونديال قطر. محمد، شكرا لك جزيلا محمد وشاح، وشكرا على إمتاعنا بالصور التي زودتنا بها طيلة اليوم، وحتى هذا المشهد الذي خلفك الحقيقة لطيف جدا. أشاهد الكثير من الأعلام لدول عربية، الدول العربية المشاركة، وطبعا العلم الفلسطيني يتربعها، هذا حقيقة الصورة جميلة جدا وبليغة جدا. محمد وشاح، أشكرك مرة أخرى، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة.